الدرس الثاني يونت 2 أو الوحدة الثانية. مرحبا بكم يا صف الرابع. بارت 1 لسن أند ريد. أتمنى أن يكون كتاب القراءة حاضرا بين يديك وأنا أقرأ. اللوحة الأولى. Penguins live by the coast. They eat fish. It's often cloudy and windy by the coast. البطاريق تعيش في الساحل. هم يأكلون السمك. إنه غالبا غائما وعاصفا في الساحل. اللوحة الثانية. Monkeys live in the jungle. They eat fruit. It's always hot and rainy in the jungle. القردة تعيش في الأدغال. هم يأكلون الفاكهة. إنه دائما حار وماطر في الأدغال. اللوحة الثالثة. Camels live in the desert. It's usually very hot in the desert. There are deserts in Africa and Asia. الجمال تعيش في الصحراء. إنه عادة حار جدا في الصحراء. هناك صحارى في إفريقيا وآسيا. اللوحة الرابعة. Squirrels live in forests in Europe. In summer it's usually hot and sunny. In winter it's sometimes cold and snowy. السناجب تعيش في غابات في أوروبا. في الصيف إنه عادة حار ومشمس. في الشتاء إنه أحيانا بارد ومثلج. سوف أقرأ بدون ترجمة يا صف الرابع. تتبع معي. Penguins live by the coast. They eat fish. It's often cloudy and windy by the coast. اللوحة الثانية. Monkeys live in the jungle. They eat fruit. It's always hot and rainy in the jungle. اللوحة الثالثة. Camels live in the desert. It's usually very hot in the desert. There are deserts in Africa and Asia. اللوحة الرابعة. Squirrels live in forests in Europe. In summer, it's usually hot and sunny. In winter, it's sometimes cold and snowy. Study box. لدينا من اليسار إلى اليمين. Coast, jungle, desert, forest. Part 2. Ask and answer. الجزء الثاني اسأل وأجب. والسؤال لدينا. What's the weather like in the jungle? What's the weather like in the jungle? والجواب. It's always hot and rainy. كيف هو الطقس في الأدغال؟ إنه دائما حار وماطر. وأنا هنا سوف أسألكم يا صف الرابع. What's the weather like by the coast? What's the weather like in the forest? What's the weather like in the desert? والجواب عندك. أتمنى أن تكتب الإجابة في التعليقات على قناتي وأنا سوف أطلع عليها. Part 3. Listen and match. الجزء الثالث استمع وصل. أنا هنا سوف أسألكم وأنتم سوف تجيبون. إذا قلت لكم monkey. Monkey. أي من هذه الأشكال monkey؟ A, B, C, D, E, F. كأنني أسمع إجابة صحيحة. أحسنتم. طيب square. A, B, C, D, E, F. سوف أقول الآن شارك، كروكودايل، بينغوان، كمال. أحسنتم يا صف الرابع. بإمكانكم كتابة الإجابة على التعليقات في قناتي أو على قناتي وأنا أجيب إن كانت صحيحة أم لا، وأنا أثق بأنكم قد أجبتم الإجابة الصحيحة. Part 4. Look and say. الجزء الرابع انظر وقل. أنا هنا سوف أسألكم وأنتم تجيبون. ما رأيكم؟ هل لدينا في هذه الأشكال desert, coast, forest, jungle, mountain؟ هل لدينا؟ نعم أم لا؟ أنا أثق بكم. Part 5. Project. Make a poster. هنا لديك مشروع يا صف الرابع. أنت أصبحت كبيرا، عليك أن تقوم ببعض المشاريع الجميلة والصغيرة، وأنا أقول بأنها سوف تكون رائعة مثلك تماما يا صف الرابع. لكن لا تنسوا البوستر. البوستر يعني أن تضيفوا صورة جميلة إلى المشروع الذي سوف تقومون به. طبعا هو عبارة عن كتابة مجموعة من الجمل. هنا مثلا على سبيل المثال The Jungle. الصورة عن جانجل الأدغال، والموضوع كما هو في الأسفل. Monkeys live in the jungle. القردة تعيش في الأدغال. They climb trees. هم يتسلقون الأشجار. They eat fruit. هم يأكلون الفاكهة. It's always hot and rainy in the jungle.
هو دائما حار وماطر في الأدغال. بإمكانكم كتابة موضوع عن شيء آخر غير الأدغال ووضع بوستر عنه، بوستر يعني صورة عنه. أوكي، أنا أثق بأنه سوف يكون مشروعا جميلا. معاني الكلمات لهذا الدرس لدينا على الجدول على اليسار: بينجوان بطريق، بينجوانز بطاريق، وهنا وضعت لها اس الجمع، كوست ساحل، ايت يأكل، فيش سمك، اوفن غالبا، كلاودي غائم، ويندي عاصف، مونكي قرد، جونجل ادغال، فروت فاكهة، اولويز دائما. اما الجدول على اليمين هات حار، ريني ماطر، ديزرت صحراء، افريقيا افريقيا، ايجا او اسيا وهي أيضا آسيا، فورست غابة، فورست غابات، يوروب أوروبا، سمر الصيف، وينتر الشتاء، كولد بارد سنوي مثلج. أما الحاضر البسيط والذي جاء معنا كصيغة في هذا الدرس، الدرس الثاني لدينا طبعا، وهو أول شيء عمل يحدث بشكل متكرر، يعني نحن بنستخدمه لما بنحكي عن أشياء متكررة كل يوم، كل سنة، كل شهر، كل 5 سنوات، إذا هو عمل متكرر. أيضا تتألف جملته، إذا بدي أكتب أنا جملة أعبر فيها عن عمل يحدث بشكل متكرر بدي أحط أول شيء فاعل، بعدين فعل، بعدين تتمة الجملة. مثال، أنا أعطي example، مثال I play with my friends، I play with my friends، لدينا I فاعل، play فعل، my friends تتمة الجملة. هلا نحن بنضيف اسم المفرد الغائب عندما يكون الفاعل هي شيء او مفرد، يعني مثلا انا بالجمله الاولى استخدمت الفاعل اي، طب اذا انا بدي اشيل اي بدي اقول، ما بدي احكي عن حالي انا، بدي احكي عن هو او هي، فانا بحكي هي بلايس ويز هيز فريندز، هي بلايس ويز هيز فريندز، انا هون حطيت الفاعل هي. شو اضفت للفعل انا؟ انتبهوا للفعل بلاي، ضفت له اس المفرد الغائب. لا، ليش؟ لان القاعده هيك عم تحكي، القاعده هيك بدها. اوكي،